هدى الحميدة. فرح جابت أحلى نونو في الدنيا فري، بس دلوقتي محتارة ما بين شادي أبو ابنها وبين طارق خطيبها نادين. أنا بحبكم انتوا الاثنين. بس فرح ونادين علاقتهم ما كانتش على ما يرام لما المستشفى لقت عينة تانية لشادي. طب العينة تجيلي حالا. وعليا كبرتها في دماغها. لو عندك أي فرصة تقدر ترجعكم تاني لبعض استغليها. يعني أب وأم وابنهم، أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ أنت هنا عشان ابنك وأنا هنا عشان فرح. أوبا. شادي كان عامل قلق وعايز يبقى موجود أكتر في حياة فريد. فرح أنا قلت لك إن أنا هدفع الفرد، بس فريد يبقى جنبي ما يبقاش في العشوائيات. ده عشان قال طارق إيه بابا؟ بابا. تكري مين يعرفك أكتر أنا ولا شادي؟ الماتش ده إن شاء الله يفضل شغال كتير. قال الأوان نحط حد القصص الحب المثيرة اللي في المسلسل، طارق ولا شادي؟ ما تيجوا نشوف. الآنسة فرح الموسم الثاني غدا 9:00 KST على NBC4.